أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المتمثلة في رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 27% وأبعاد هذه الخطوة على إنقاذ العملة الوطنية. أعلن البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27% ورفع نسبة الربح على ودائع الوكالة إلى 23%، وذلك في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها البنك للحفاظ على سعر العملة الوطنية. وشدد البنك في بيان له على ضرورة التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك. في هذه الحلقة من زوايا نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الخطوة في الحفاظ على سعر الريال؟ وما تداعيات رفع سعر الفائدة على المديونية العامة للدولة؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. يعود الريال اليمني لواجهة الأحداث مع المحاولات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع والسندات الحكومية. القرار الجديد يعطي البنك صلاحية التدخل في الأسواق الاقتصادية من خلال السماح للتجار بفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية تصل إلى 100 مليون دولار من أجل تغطيتها من حساب البنوك الخارجية، كما يمنع القرار خروج المبالغ التي تتجاوز 10,000 دولار من اليمن دون إشعار من البنك. الإجراءات الأخيرة تأتي بحسب بيان البنك في إطار معالجات تهدف للحفاظ على سعر العملة الوطنية بهدف حماية الاستقرار الاقتصادي، لكن تلك الإجراءات أثارت الكثير من الانتقادات والشكوك حول مدى نجاح البنك في توقيف انهيار العملة المحلية. فالبنك اليمني وفق خبراء مصرفيين لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة التي تجعله يتحكم بالنتائج السلبية لرفع أسعار الفائدة، فقرار كهذا يحتاج إلى حكومة تتمتع باستقلال معقول من القرار السياسي والاقتصادي. برأي متخصصين فإن الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية مع إجراءات حازمة لضبط السوق المالي والاقتصادي هو الحل الأفضل، كون الانخفاض السريع في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية الذي بدأ منتصف يوليو الماضي بسعر صرف يتجاوز 500 وصل إلى أكثر من 600 في أغسطس الماضي سيجعل من رفع أسعار الفائدة بتأكيد اقتصاديين مغامرة حكومية قد تفضي إلى ارتفاع الدين العام والذي يتجاوز 5 تريليونات ريال. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من صنعاء دكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية. أهلا بك دكتور. بداية، اتخذ البنك عدة خطوات من بينها رفع أسعار الفائدة لشهادات الإيداع ودائع الوكالة وكذلك السندات الحكومية. بداية، ما تعنيه هذه الخطوة بالضبط؟ هذه الخطوة تدل على محاولة من الحكومة إلى محاولة يعني بالحد من انهيار الريال، لكن طبعا عملية اليمن أعقد من كذا بكثير، يعني لأن الاقتصاد هو عملية متكاملة. ليس قضية أنك ترفع الفائدة أو تمنع خروج الدولار. يعني إحنا نعرف أن العملية الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي عبارة عن منظومة متكاملة، وهذا ما لم تدركه الحكومات السابقة وحتى اليوم. يعني أنا أذكر من زمان، من بعد سنة 90 والحكومة تعمل مثل هذه الإجراءات اللي هي إصدار قرارات اقتصادية تعود للأسعار ورفع سعر الفائدة، عمل أذون خزانة، ولا زال الريال ينهار. يعني من بعد الوحدة كان الريال 10 دولار 10 ريال، واستمر في الانهيار إلى أن وصل في 2011 إلى 260 في السوق الموازية، يعني ثم عاد إلى 215 مع 2012 بعد وجود حكومة. طبعا إذا هنا الإجراءات اللي تتم عبارة عن مسكنات لا تقدم ولا تؤخر. يا أخي إذا كانت هناك جدية فعلا، دائما معروف ان تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اي بلد، والعمله طبعا رمز من رموز الاستقرار الاقتصادي، تمثلش الواجهه هي التي تثبت ما اذا كان الاقتصاد هذا مريض او الاقتصاد غير مريض. العمله ليست مجرد ورقه تداولها فقط في البيوت الناس. العمله هي مخزن للثروه، العمله هي عباره عن قيمه، العمله هي عباره عن تعبير اقتصادي. ما هو اقتصادك؟
وبالتالي نحن لو بدنا نشوف الواقع الحالي سنجد انه اي اجراءات لن تكون مجديه كثيرا لعده اسباب. السبب الاول انه اليمن بحاجه الى استقرار سياسي وامني. بوجود حكومه قويه قادره على ضبط الامور، وجود اقتصاد يتمثل بصادرات وواردات بشكل منتظم. نعم. وجود جهاز مصرفي يتحكم بالعمله الماليه، يعني الان كل العمل يتم خارج اطار الجهاز المصرفي بصفه عامه. بالتالي مثل هذه الاجراءات هي مجرد مشكلات مؤقته، الدولار سيستمر في التصاعد طول ما فيش اي اجراءات حقيقيه. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور سعيد، ورحب بمن ينضم إلينا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، يتفضل دكتور سعيد بالقول أن هذه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي عبارة عن مسكنات فقط، وأن إذا كان لابد من حل جذري للمسألة في اليمن وانخفاض سعر العملة فيها، لابد من يعني إيجاد استقرار سياسي وأمني، وكذلك وجود جهاز مصرفي يتحكم بالعملة العمليات النقدية. برأيك إلى أي مدى ستسهم الخطوة التي قام بها البنك في النهوض بسعر العملة في المرحلة القليلة القادمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا ما قامت به اللجنة الاقتصادية هي أنها صرفت فاتورة علاج وباهظ الثمن، من الصعب على الحكومة أن تنفذه، والحكومة قامت يعني بدلا من أن تقوم هي لأنها غير قادرة على صرف قيمة العلاج ودفع هذا العلاج، حولت هذه الفاتورة وهذه الروشتة إلى البنك المركزي، والبنك المركزي قام بتحويلها بقرارات إلى على حساب المؤسسات الحكومية والمرافق الحكومية ومن هو قادر على الضغط عليهم. يعني كل واحد أراد أن ينقل المسؤولية على الطرف الآخر من أجل التخلص من اتخاذ القرارات الحقيقية. أنا أقول إنه الله فقط سبحانه وتعالى هو الذي يقول لشيء كن فيكون، يعني بالكلمة يستطيع أن يخلق، لكن الحكومة لا تستطيع بالكلام أن تخلق. لا تستطيع اللجنة الاقتصادية بأن تقوم بصرف روشتة علاج دون دراسة أول للواقع، هل يمكن تنفيذ هذه العلاجات أم لا؟ يعني اللجنة الاقتصادية استعجلت ومتحمسة، جاءت متحمسة ويظهر أنها تريد أن تحل محل الحكومة في القريب العاجل. والحكومة من أجل أن لا تقف في وضع محرج حولت هذه المشكلات على المؤسسات الحكومية وعلى البنك المركزي، والبنك المركزي أحالها على البنوك التجارية وعلى المؤسسات الأخرى. هذه العملية ليست عملية صحيحة، القصة ليست أنه كيف نتخلص أو كيف نتخلص من الإحراجات. الأزمة الاقتصادية هذه هي أزمة اقتصادية تتكرر كل سنة في هذا الوقت، في شهر 9، في نهاية شهر 9 وبداية شهر 10 وطوال شهر 10 تكون هناك انخفاض شديد في ما هو السبب؟ المعروف. السبب الأساسي أنه يحصل هناك يعني طلب شديد على المشتقات النفطية في هذا الشهر من أجل يعني ضخ المياه إلى المزارع التي توقف المطر عنها، وهذه كل سنة في هذا الوقت في نهاية شهر 9 وفي شهر 10 وتحصل هذه الأزمة. ولو رجعتم العام الماضي نفس الحكاية وقلنا نفس الكلام، في شهر 10 عادة تحصل انخفاض شديد في العرض من الدولار وارتفاع شديد في الطلب، بينما المغتربين قد عادوا إلى المملكة العربية السعودية للدراسة أو أنهم عادوا إلى الدول المهجر وهكذا. هكذا عادة من خلال التاريخ، خلال 50 سنة كل سنة في شهر 10 يحصل أزمة، يعني انخفاض العرض وزيادة الطلب. هذا الموضوع كان يجب يعني التهيئ له من خلال إنزال ما لا يقل عن 200 مليون دولار إلى السوق. الآن ما تم اتخاذه في بعض القرارات، قرارات صائبة هي لإصلاح البنك المركزي، مثلا رفع سعر الفائدة إلى سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27%، سوف تحول إذون الخزانة للبنوك جميعها إلى شهادات إيداع. هذا التحويل سوف يسحب البساط
او سوف يسحب اذون الخزانه الموجوده في صنعاء الى البنك المركزي. لكن هل تستطيع البنوك التجاريه في صنعاء ان تحول اموالها من اذون خزانه الى شهادات ايداع؟ الثانيه مثلا موضوع ال 17% اللي هي السندات الحكوميه، هذا سوف يتضرر منه بعض المؤسسات مثل مؤسسه الضمان الاجتماعي ومؤسسه والبنك الاهلي وبعض المؤسسات. موضوع لماذا سيتضرر منها يعني هذه المؤسسات، لماذا ستتضرر بهذه الخطوه؟ يعني انت اذا تودع اموالك ب 17% بينما لاكثر من سنه، بينما اذا تودع اموالك لمده 3 أشهر في شهاده الايداع تحصل 27%. هنا فرق 10% فرق يعني عن الاموال. هناك ايضا مشكله انه مثلا يطلبون من البنوك ويامروها بان تقوم بفتح الاعتمادات المستنديه. في البنك الاهلي مثلا لا يزال الحكومه مستحقات للبنك الاهلي 33 مليون دولار هي مستحقات اعتمادات تم فتحها سابقا ايام بحاح لم تدفع الى اليوم. كيف يريدوا من البنك الاهلي مثلا ان يفتح اعتمادات جديده ولا تزال الاعتمادات السابقه لم تصفى؟ لدى البنك الاهلي مثلا 27 مليون دولار مجمده لدى البنك المركزي. بهذه القرارات يريدوا تأميم هذه الاموال. يعني هذه القرارات التي تم اتخاذها يجب ان يتم اولا دراسه الواقع، نعم، ثم اتخاذ مثل هذه القرارات. نعم دكتور. الان مثلا سوف يسحب من طيب ميناء عدن، سوف يسحب من ميناء عدن الفوائض الماليه التي موجوده لديه، سوف يسحب من شركه من المسيله الفوائض الماليه، وبعدين تعال تابعني من اجل استعاده اموالك. يعني هذه القرارات اللي هي قرارات ارتجاليه الهدف منها احراج الحكومه، والحكومه تحرق البنك المركزي والبنك المركزي يحرق البنوك، هذه قرارات. طيب دكتور، وضحت النقطه التي تريد الوصول اليها. دعيني اعود الى الدكتور سعيد عبد المؤمن. دكتور سعيد، يعني عادة عند رفع سعر الفائدة الاقتراض يصبح أكثر تكلفة، الناس تقل رغبتها بشراء السلع بسبب عدم قدرتهم على الاقتراض بشكل كبير. لكن بالنسبة للمرحلة التي فيها اليمن الآن، هل هذا الأمر يمكن تنفيذه وفقا للوضع المالي في البلاد، وفقا لعدم قدرة أو عدم وجود الحكومة في صنعاء في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي، وعدم تمكنها بشكل كامل من السيطرة على المسألة المالية في البلاد؟ لا طبعا، هو احنا علشان يكون الوضع واضح نستطيع ان نقول انه الحكومه ليست لا قادر تفرض سيطرتها على المناطق اللي سيطر عليها الحوثي ولا على المناطق الاخرى. يعني الحكومه حقا لا تستطيع ان تسيطر على فنادق الرياض ولا شيء. يعني هذا رقم واحد. رقم اثنين يا اخي، احنا نتكلم عن جهاز مصرفي متكامل، معروف انه الان في كتلة نقدية هائلة خارج الجهاز المصرفي. واضح ان البنوك الان تعاني، يعني الان كثير من الناس يقول لك انا لا استطيع ان اضع فلوسي في اي بنك، لانه انا ممكن اطرح في اليوم 10 مليون لما اروح اسحب يطلب 100,000 و200,000. طبعا كلام غير طبيعي وغير منطقي انك تبي تقول للناس يعني. ولهذا احنا نعاني من ازمه سيوله كبيره خاصه في المحافظات الشماليه، من على المؤسسات، من المؤسسات الان تتحمل عبء هائل. وحسب التقارير والبيانات اللي تذكر، واضح ان شركه المسيله اللي هي افترض انها مع شركه صافر التي تدعم اقتصاد الدوله بشويه من الايرادات النفطيه، تعاني معاناه شديده الى حد ما. هذه الشركتين الان مهدده بالانهيار. يعني احنا لما نتكلم يجب ان نتكلم بوضوح انه ما عندناش اقتصاد الان. يعني انت في حاجه الى ضخ مبالغ كبيره من العمله الصعبه علشان تستطيع ان تستوعب مثل هذا الكلام اللي قالته اللجنه يعني. ولهذا كان الحديث يدور، هل احنا لدينا رؤيه اقتصاديه واضحه في ظل هذا الوضع؟ اي على الاقل يكون عندك رؤيه اقتصاديه تتعايش ومثيره الحرب الحاليه. يعني العالم يتكلم يقول لك ما هي ايراداتك انت اصلا؟ ما هي الايرادات اللي معك عشان تبي تتكلم؟ انت كلنا في العالم تطبع فلوس طبع يعني بشكل هائل وتنزلها للناس على شكل رواتب ومصروفات والى اخره، وهذه تتحول الى قوه شرائيه في ظل انخفاض العمله الصعبه. لانه معروف انه كان الاقتصاد اليمني يقوم بالذات موازنه الدوله تقوم على ما يقارب من 60 الى 70% من ايرادات النفط، والبقيه تاتي من الضرائب وتاتي من المساعدات والاعانات. طيب النفط الان اختفى، يعني احنا ننتج بكميه بسيطه جدا 10,000 برميل في مارب،
وفي المسيلة كميات قليلة، وفي شبوة يلا بالكاد بعد فترة طويلة تم تصدير 500,000 برميل. يعني إذا أنت اقتصادك، الشيء الثاني أنه السعودية اتخذت إجراءات قاسية جدا من خلال تركيب أو ما يسمى السعودة، ترتب عليه ترشيد كثير من العمال اليمنيين من هناك، وطبعا هذه كارثة حقيقية. يعني انه على الاقل كان هناك مورد مالي يجي لليمن، تم اغلاق الان يجفف تماما، يعني في ظل انه ما فيش استعداد لدى دول التحالف اللي هي الامارات والسعوديه انه على الاقل يعطوا البنك المركزي املاك وانشاء يعني المبالغ المعقوله، لكن عندهم استعداد يدفعوا بالدينار السعودي والدرهم الاماراتي لبعض الذين يعملون معهم مثلا. وبالتالي هنا يا اخي انت لما تتكلم عن اجراءات اقتصاديه يجب ان يكون واضح. وانا اقول الحكومه يعني بصراحه اذا كانت هناك حكومه تشعر انها متهمه امام الشعب اليمني هذا بشيء، فيجب ان تصارح الاصدقاء والاشقاء بان الوضع الاقتصادي وصل الى مرحله لم يعد يطاق. يعني احنا ما الذي نصدره؟ نعم اليوم اسواقنا كلها عباره عن منتجات من الخارج، ما فيش التاجر يشتغل. كانت القرارات الحكوميه الاخيره عندك ازمه مشتقات نفطيه ليست في صنعاء فقط ولا في الحديده، يعني وبالتاكيد ممكن تشارك. وبالتاكيد دكتور هو البحث الان عن حلول لتخفيف وطاه الوضع والحرب بالنسبه للمواطنين. اشكرك دكتور سعيد عبد المؤمن رئيس مركز الامل للشفافيه، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعوده بدايه ارحب او قبل ذلك ارحب بمن ينضم الينا من ماليزيا المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، لكن اعود الى دكتور حلبوب. دكتور، البنك قرر بعد التنسيق مع الحكومه وتوفيرها 100 مليون دولار التدخل في الاسواق لفتح اعتمادات للسلع الاساسيه والضروريه بالاضافه للمبالغ والسلع التي تغطى من الوديعه السعوديه. ما الذي تعنيه هذه النقطه في قرارات البنك؟ انا اقول واكرر مره ثانيه ان الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي يخلق بالكلمه، يقول لها كن فيكون. اما الحكومه فعليها ان تدفع الى السوق باموال، يعني عليها ان تتدخل في السوق باموال فعليه. اما ان تقول للبنوك قدموا وثم بنعوضكم، هذا كلام ما ينفعش. يعني اللي حاصل اذا تدخلت الحكومه تدخل مباشر عبر البنك المركزي في السوق بانزال ما لا يقل عن 200 مليون دولار بشكل سريع، هذا ممكن ان يحافظ على استقرار الصرف. اما بدون هذه باتخاذ اجراءات كلا يحمل المسؤوليه على الطرف الاخر لاهداف سياسيه، اللجنه الاقتصاديه تريد ان تحل محل الحكومه، والحكومه تريد ان تتجاوز الاحراج الى البنك المركزي والمؤسسات الاخرى، وفي الاخير لا ينفذ شيء. يعني هذه سوف تخل بالمصداقيه لكل الاطراف، وسوف تخلق لنا إشكالية فقط، وسوف يستمر سعر الصرف في الارتفاع. الإشكالية هي إشكالية معروفة سنويا، والإشكالية أيضا هي حل الإشكالية معروف، وهو في تصدير النفط، وهو في تصدير الغاز، وهو في فتح الموانئ وفتح المطارات، يعني تشغيل إعادة الآلية الاقتصادية وليس الآلية المالية. نحن الآن نتخذ قرارات مالية دون أي أسس اقتصادية. مثلا موضوع أن تصرف 2000 دولار لكل مريض، إذا جاء لك 10,000 تقرير في من مثلا بالفرع البنك الأهلي في صنعاء، هل يصرف لهم؟ وكيف من أي لجنة طبية سوف تقر هذا الكلام؟ وكيف سيتم التعويض؟ يعني عملية كلها يعني قرارات فقط هي للإحراج. هذه القرارات هي فقط للإحراج، لإحراج الحكومة، ومن أجل تغيير الحكومة واستبدالها باللجنة الاقتصادية. طيب تفضل بالبقاء معنا مرة أخرى دكتور. أذهب إليك أستاذ عبد الواحد العوبلي. قرارات جديدة من قبل البنك المركزي، لكن كلا الدكتور سواء دكتور سعيد ودكتور محمد ينظران بنظرة تشاؤمية نحو هذه القرارات ومدى فاعليتها على الحقيقة على الأرض. كيف ترى هذه القرارات أنت؟ أتفق مع الأساتذة الكرام في كل ما طرحوه تقريبا، و أنا معهم أن هذا الموضوع كله موضوع موضوع الزيادة هذه فقط للاستهلاك الإعلامي، لأنه الوضع والحاصل في الحالة اليمنية غير مناسب لمثل هذه الإجراءات اللي ممكن أنها تكون مناسبة لبلدان فيها اقتصاديات قوية وحركة مالية ومصرفية تسير بشكل طبيعي، زي ما مثلا لو قلنا النموذج التركي. لكن في الوضع اليمني
طالما وانه الحكومه الشرعيه غير قادره على انها تستأنف تصدير النفط والغاز، لازم يشوفوا حل مع التحالف، يا اما انهم يحولوا الموضوع لمجلس الامن ولا يشوفوا حل سياسي في هذا الموضوع، لانه لا يمكن ان احنا نقدر نتخطى هذه المشكله بدون ايجاد حل لموضوع الايرادات اللي بتتحكم به قوات التحالف العربي في اليمن. هذا من جانب. من جانب اخر، احنا طالما في حاله حرب، انا لا اعرف لماذا كل هؤلاء الوزراء والمسؤولين عندنا، يعني احنا عندنا ما يقرب من 40 وزير. يا رجل، فرنسا وهي فرنسا فيها 16 وزير. لازم يحصل فورا تقليص عدد الوزراء، 6 7 8 وزراء بالكثير كوزراء حكومه حرب. وبالاضافه الى ذلك، وقف او تقليص البعثات الدبلوماسيه واغلاق ما ليس هناك حاجه لها. يعني احنا لحد اليوم في معانا تمثيل دبلوماسي في اسبانيا مثلا. من معانا في اسبانيا مغتربين ولا يمنيين ولا حتى سواح؟ يعني ايش بيعملوا؟ هذا شيء. الشيء الثاني، لازم يتم وقف الاستنزاف للعمله الصعبه، خصوصا ما بيتم صرفه على محروقات محطات الكهرباء. ليش لحد الان مصفات عدن ما بتشتغلش؟ ايش اللي ماخرهم؟ يعني من 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 اكثر من سنه او سنتين واحنا بنسمع انه مصفات عدن سيتم اعاده تشغيلها، ولا 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 هناك اي جديد. يعني لانه تشغيل المصفاه سيوفر العمله الصعبه اللي بتروح لشراء المشتقات النفطيه. بالاضافه الى انه كمان احنا لازم نوقف حكاية التعاقد لما يسمى شراء الطاقة، وممكن احنا هذا كله يستبدل بإنشاء المحطات بطريقة التعاقد المنتهي بالتمليك. طيب، كل ما تفضلت به أستاذ عبد الواحد يعني يدفع للتساؤل، وأنقل هذا التساؤل للدكتور محمد حلبوب. دكتور، إذا لماذا قامت الحكومة بمثل هكذا خطوة ما دام أنها لن تبدو مجدية بهذا الشكل، على سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل كما تفضلتم؟ السبب أن الحكومة قامت بهذه الإجراءات نتيجة للإحراجات التي وضعتها بها اللجنة الاقتصادية. يعني اللجنة الاقتصادية جاءت متحمسة، وهي مكونة من عناصر كفوءة، وضعت علاج، يعني كطبيبة وضعت علاج، هذا العلاج أعطت الفاتورة للحكومة لصرفه للمجتمع المريض. لكن عادة العلاج يكون مفيد في، يعني حتى وإن كان مكلف سيكون مفيد بشكل أو بآخر. هل ترى ذلك سيحصل فيما يتعلق؟ إذا تناولت العلاج، إذا استطعت أن تشتريه. أولا، العلاج هذا الحكومة غير قادرة على أن تشتريه، يعني ليس لديها الإمكانيات لكي تشتري هذه العلاج. الحكومة لا تستطيع أن تمنع استيراد السيارات إذا كانت لازال ميناء الحديدة مفتوح وميناء الصليب مفتوح، لأنه سيذهبون إلى هناك من أجل الدخول وبيستفيدوا الجمارك. يعني كل النقاط التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية الحكومة غير قادرة على تنفيذها. وحتى 100 مليون دولار التي وعدت الحكومة أشك أنها قادرة على تنفيذها. وهذه الفاتورة أولا يجب، من أجل أن تتناول العلاج يجب أن يكون لديك المال من أجل تشتريه. يعني أنت الآن تصرف دواء لمريض غير قادر على شراء هذا العلاج. وبالتالي كان يفترض أولا أن تدرس اللجنة الاقتصادية، لأنها لجنة اقتصادية، فيجب أن تدرس الواقع أولا. هي استعجلت، اليوم تم تعيينها بعد أسبوع اتخذت قرارات حاسمة. صحيح أن العلاج صحيح، العلاج المصروف صحيح، التشخيص يعني هو تشخيص مسبق، لكن لم يدرسوا الواقع المريض، أن هذا المريض لن يستطيع شراء هذا العلاج. ويفترض تعديل الفاتورة بشراء يعني أدوية مختلفة أخرى تكون أسعارها منخفضة وقابلة للتنفيذ. أقول لك أنه الآن هذه الإجراءات هي لأنها غير قابلة للتنفيذ، لم تستطع الحكومة ولم تستطع المؤسسات تنفيذها. نعم. إلى الآن لم يستطيعوا تنفيذ منع استيراد السيارات. قبل أسبوع أو قبل 3 أيام دخلت إلى ميناء عدن 1890 سيارة. يعني صعب أنك تنفذ في ظل أنك غير مسيطر على الوضع. هذه الإجراءات سوف تؤدي، إذا تم فرضها بالقوة سوف يتم فرضها على البنك الأهلي وعلى ميناء عدن،
على الزربة وعلى المسيلة، لكن لا يمكن أن تفرضها مثلا على مأرب، ولا يمكن أن تفرضها على البنوك في صنعاء، ولا يمكن أن تفرضها على المؤسسات الحكومية اللي موجودة في صنعاء. كيف سيتم العمل؟ يعني هذه قرارات هي إحراجية. وضحت هذه النقطة. نعم. أشكرك دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك أستاذ عبد الواحد، يعني الآن في سياق أن هذا يعني كما يتفضل دكتور حلبوب أن العلاج مكلف، لن يستطيع أو غير ممكن ولا لم يتم دراسة الواقع اليمني في تشخيص هذا العلاج، إذن كيف يمكن إذن أن تتعامل الحكومة مع الوضع الحالي في سياق الصعوبات السياسية التي تواجهها أيضا؟ هو بالإضافة إلى محاولة إيجاد حل لموضوع استرداد أو استئناف تصدير النفط وتوريد إيراداته إلى البنك المركزي اليمني، يجب أن يتم تحرك سياسي عاجل في هذا الجانب. هذا من جانب الإيرادات. طبعا نفس الشيء بتخضع له المطارات والموانئ وكل مرافق الدولة الإيرادية التي بيحكم التحالف العربي سيطرته عليها، ولا يترك للحكومة الشرعية أي فرصة أو قدرة لإدارتها والاستفادة منها. هذا من جانب الإيرادات. ومن جانب المصروفات زي ما ذكرت لك قبل قليل، لازم يشوفوا حل تقليص نفقاتهم. هذا العدد من المسؤولين لازم يتقلص، عدد البعثات الدبلوماسية لازم يتم تخفيضها إلى أقل مستوى ممكن، واستبدالها بالميكنة أو بالبرامج الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك موضوع الطاقة، شراء الطاقة لازم مصفات مأرب بإمكان تطويرها، ومصفات عدن يجب أن تستعيد عملها في أسرع وقت ممكن. كمان في معانا حكاية نقطة أخيرة، الدفع لجميع منتسبي الحكومة والجيش عبر البنوك لتحريك الدورة النقدية داخل السوق اليمني، بالإضافة إلى تحويل أصلا الناس اللي بيستلموا رواتبهم بالدولار وظلوا في الخارج، هؤلاء كلهم لازم تتحول رواتبهم حسب الهيكل الإداري للحكومة اليمنية، لأنه استلامهم مبالغهم بالدولار أصلا مخالف للقانون. أشكرك أستاذ عبد الواحد العوبلي المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.